صرح مصدر أمني أن آليات استخراج شهادة التحركات الخاصة بالعمالة لموسم الحج لعام 2024 تتم من خلال الشركات المرخص لها إلحاق العمالة المصرية بالخارج. أوضح المصدر أن هذه الشركات هي التي ستتولى استخراج شهادة التحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتتولى أيضا تسليمها لصاحب الشأن دون الحاجة لتردده على مقرات إدارة الجوازات.